الجالون $3.79. مرحبتين يا شباب، وانا اسناكم في ويومينغ، وان شاء الله تكون رحله حلوه. بدايتها ان هي حلوه الحق ربيع مونسنا. وليت مش تبيع من جديد نيويورك، ما متعب هي بس كثير دخان. ولين ثلاثة انا رضا هو واحد اخر اتعاركوا لا تتجاوز مساحة ولاية وايومينغ 253 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة كل من تونس والأردن والبحرين مجتمعة. تواجد الإنسان القديم في وايومينغ على شكل جماعات متفرقة منذ 12 ألف سنة. في مرحلة لاحقة أصبح الهنود قبائل بدوية أطلق عليهم إجمالاً هنود السهول العظيمة، وكانوا أكثر من 10 قبائل، منها على سبيل الذكر للحصر قبيلة أرابهو وقبيلة شيان وقبيلة بلاك فيت وقبيلة شيب إيتر وقبيلة سياكس. ومن بين كل هذه القبائل نجد أن قبيلتين فقط نجتا من عمليات الإبادة الجماعية، حيث تم السيطرة عليهما وإعادة توطينهما إجباريا في أرض معينة. وهاتان القبيلتان هما قبيلة سياكس وقبيلة شيان، القبيلة التي أطلق اسمها على العاصمة. ومن أشهر الآثار التي خلفها قدماء الهنود ربما هو ذلك المعلم المعروف باسم بيج هورن ميديسن ويل في أقصى شمال وسط وايومينغ، والذي بني على هيئة دائرة ضخمة لا يعرف على وجه الدقة سبب بنائه أو فيما تم استخدامه. كانت وايومينغ أرض غير واضحة المعالم، تقع ضمن مفازة شاسعة تدعى مقاطعة لويزيانا في وسط القارة الأمريكية الشمالية، كان يستولي عليها الفرنسيين، وذات يوم تخلوا عنها للإسبان ظنا منهم أنها ليست ذات قيمة، ثم مع ضعف إسبانيا تخلت عنها مجددا للفرنسيين كاتفاقية سرية لا يعلم بها الأمريكيين، فظن الإسبان أنهم بوجود جيش نابليون فيها ستكون مستعمراتهم الغنية في الجنوب والغرب بمأمن من أطماع الدولة الأمريكية الجديدة. مع
التزايد المستمر في عدد سكان أمريكا والبحث عن موارد جديدة أصبحت تتطلع للتوسع ناحية الغرب. وبعد معرفة الأمريكيين بالاتفاق السري الذي جرى بين فرنسا وإسبانيا ورغبة نابليون في توسيع نفوذه داخل العالم الجديد، أعطى الكونغرس الأوامر بتسليح بعض الميليشيات لاحتلال لويزيانا. فبدأت مفاوضات لم يتوقعها الإسبان بين جيفرسون ومبعوث نابليون سميت بصفقة لويزيانا، لويزيانا بورتشس، والتي اعتبرها البعض أهم صفقة شراء أرض في التاريخ، رغم أن الكثيرين من رجال الدولة حينها اعتقدوا أنها أرض عديمة الفائدة وأن هذه الصفقة عبث ومجرد هدر للمال، خاصة أن أمريكا حينها كانت تعاني من دين يبلغ 8 ملايين دولار. وانتهت مفاوضات الصفقة لسعر 15 مليون دولار، أي ما يعادل 4 سنتات للفدان الواحد. وبصورة غير متوقعة قامت بريطانيا بإقراض الحكومة الأمريكية رغبة منها في إبعاد نابليون عن العالم الجديد، حتى وإن كان واضحا أنها بهذه الطريقة تمول حملة نابليون القادمة بصورة غير مباشرة. مع صفقة لويزيانا في 30 أبريل 1803، وبجرة قلم من جيفرسون تضاعف حجم الولايات المتحدة في ليلة واحدة. 828,000 ميل هي مساحة الأرض المشتراة التي شكلت فيما بعد 6 ولايات جديدة، منها ويومينغ وجزء من 9 ولايات أخرى. يجدر بالذكر أن جيفرسون حاول إقناع السكان في غرب نهر الميسيسيبي، خاصة سكان سانت لويس، أن ينتقلوا إلى شرق النهر ويتركوا مقاطعة لويزيانا للهنود ليعيشوا فيها بسلام، لكن السكان رفضوا. With Ali Bradley, Andrew Lofholm, and weather with John Schrabel, K2, Wyoming's only true HD newscast. You like my turn? Good morning, Ali. How are things looking out there this morning? It was pretty nice yesterday. And it's going to be continuing to get nicer. Over to the northwestern portion of the state, an overlook at the Grand Canyon of Yellowstone. And Yellowstone National Park is reopened after 2 years of repair work. Park officials say the new viewing area at Inspiration Point is safer and more accessible. Natural erosion, combined with the feet of millions of visitors, took a toll over the years. Inspiration Point is the 4th overlook at Grand Canyon of the Yellowstone to be rehabilitated in recent years. A 5th overlook will reopen this fall. Additional work is expected to begin over the next couple of years. And the Britannia Mountain Fire continues to burn near Wheatland. But the good... على التزود بالاكل. بالرغم من أن الخيول تواجدت في أمريكا منذ القدم، إلا أنها حسب بعض المصادر انقرضت قبل أكثر من 10,000 سنة بسبب الصيد الذي مارسه السكان القدماء للقارة الأمريكية. وبعد هذه الفجوة الزمنية الشاسعة جلب الإسبان الخيول مرة أخرى إلى هذا العالم الجديد، وأعطت الخيول للإسبان الأفضلية على الهنود الحمر في السيطرة على المقاطعات الشاسعة. لكن هذا الاحتكار للخيول انتهى مع ثورة الهنود الحمر في سانتا فيه عام 1680 ميلادية، حيث فر نحو 1,000 حصان إما متجها للبرية أو واقعا في أيدي الهنود. وكانت هذه الخيول الهاربة من أجود خيول أوروبا، حيث يقول المصدر أنها من سلالة عربية جلبوها معهم من الأندلس. وجدت هذه الخيول في السهول العظيمة موطنا مثاليا للعيش والتكاثر، وازداد عددها باضطراد شديد، حيث وصل مع بدايات القرن 19 إلى 3 ملايين حصان.
It was the first curved dam ever built in the United States. The first one. Yeah, first one, and then they got all the information out of this one, and then that's how the rest of the dams in the United States and everywhere are built that way now. Ah, so it and was like the uniform. It's built for strength. Yeah. And then the dam is used for irrigation, electricity, and drinking water. The drinking water comes in a, it's gravity fed to the treatment plant, and then it goes in a pipeline, and there isn't a pump on the system. It's all gravity fed. It's quite an engineering thing. And the dam is used mostly for, of course, irrigation, electricity, drinking water, and it's very good fishing. Thanks for coming. عملية بناء السد عام 1905 وتم الانتهاء منه في عام 1910 وسمي حينها سد نهر شاشوني وكان حينها أعلى سد في العالم بارتفاع 99 مترا وتم تغيير اسمه لاحقا بسد بفلو بيل كودي تكريما لكودي شخصية الكاوبوي الشهيرة ومؤسس قرية كودي المجاورة عام 1896 والذي كان يمتلك معظم الأراضي التي بني عليها السد والمنتزه المجاور له. جمع السد بين اثنان من تصاميم السدود وهما السدود المقوسة وسدود الجاذبية، أي أن شكله المقوس يجعل تيار الماء يعمل على رص وضغط السد في مكانه المحشور بين الجدران الصخرية الهائلة للأخدود، بينما تصميم الجاذبية يجعل السد ثابتا أكثر في مكانه بفعل وزنه الهائل. يوفر السد طاقة كهربائية حيث تم تركيب وحدتين لتوليد الطاقة عام 1922 وتم تركيب وحدة ثالثة عام 1931. الوحدتين الأولى والثانية خرجتا عن الخدمة في عام 1930 والوحدة الثالثة تم استبدالها في عام 1991. Okay, nice to meet you again. Have a good night. Thank you, sir. Welcome.